التحصينات تعتبر التحصينات من أهم الاختراعات العلمية إضافة لصحة الإنسان وخاصة الطفل حديث الولادة، حيث أنها تزوده بالمناعة ضد كثير من الميكروبات والأمراض الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على حياته ومصيره. يلزم على الأم أن تهتم بتطعيم طفلها، كل التطعيمات المسجلة في وزارة الصحة، وهي إجمالا عبارة عن لقاح التهاب الكبد الفيروسي من فئة ب وشلل الأطفال، وأيضا لقاح الثلاثي البكتيري والهيموفيلينيس والإنفلونزا ب، الإنفلونزا من فئة ب طبعا، بعد أيضا تطعيم ضد الدارن، وأيضا لقاح آخر اسمه لقاح الحمى الشوكية الرباعي. من المهم جدا إعطاء هذه اللقاحات واللقاحات الأخرى الذي يتم عرضها من قبل أخصائي التطعيم والطبيب. أيضا الوقت مهم جدا في إعطاء الرضيع هذه التطعيمات، من الشهر الأول إلى الـ4 شهور الثانية، إلى الـ6 شهور الثالثة، إلى 12 شهر الأخرى، وأيضا إلى السنة الأخرى، لأنهم كذا سنة. ويعطى أيضا من 4 سنين إلى 6 سنين بعض من اللقاحات والتحصينات المهمة جدا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، والله وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.